بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج مصر مساء. بناء على اجتماع رئيس الوزراء البشمهندس عبد الفتاح البشمهندس مصطفى مدولي امس، تقرر الاتي: رفع الحظر نهائيا، القرارات في تقييم مستمر، فتح الانشطه الرياضيه والتزام الوقايه اللازمه، فتح المساجد مع مراعاه الوقايه والتباعد، وصول الدفعة الأولى من عربات الركاب الجديدة بواقع 22 عربة درجة ثالثة لميناء الإسكندرية. ووفقا لوزارة النقل، يتولى وصول باقي العربات على دفعات. الشروط الواجب توفرها للعاملين بالمقاهي وعدم التهاون مع أي منشآت طبقا للتعليمات. قال شعراوي وزير التنمية المحلية: سيتم قياس درجة حرارة العاملين يوميا داخل المنشآت، وإذا اكتشف وجود حالة كورونا سيتم تحويلها فورا لوزارة الصحة، وتعقيم المنشآت يوميا وتوفير أدوات الوقاية اللازمة للعاملين. تعقيم المقاهي والكافيهات والمطاعم يوميا والملاعب، وإذا تخلفت أي منشأة سيتم غلقها فور على الفور. طبعا أنا يعني النهاردة معايا ضيف اسكندراني عزيز علينا، طبعا الأستاذ عبد الخراشي. أستاذ عبد الخراشي، حضرتك عامل مبادرات شبابية داخل اسكندرية. مظبوط. تمام. انا عايزاك توضح لنا ايه هي المبادرات والانجازات اللي تمت في اسكندريه الفتره اللي فاتت، وايه الانجازات على المدار الاسبوع الماضي. طبعا في الاول بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر حضرتك على الاستضافه الجميله، اشكرك، ونشكر فريق العمل والاعداد ان حد استمع لنا وحد مثلا حب ان هو ياخد الافكار اللي في دماغنا. فاحنا مجموعه شباب في اسكندريه، المجموعه دي متطوعه، بنحاول ان احنا نشوف السلبيات اللي في الشارع اللي ممكن ان احنا مثلا مش قادرين ان احنا نوصل صوتنا بيها لاي مسؤول. فاخدنا قرار مثلا ان احنا نبدا اول مبادره عملناها كانت قبل شهر رمضان، كانت مجرد فكره، فلقينا تكاتف من بعض ان احنا الفكره دي هتنجح، ولقينا ناس كتير هتشارك معانا. فعملنا مبادره اسمها نظف تحت بيتك. تمام. عملنا المبادره دي في منطقه بتشمل 11 سارع، بتشمل 10 كومباوند. طبعا المنطقه هنقول مثلا ان هي كان فيها التسويق. الكومباوند ده تبع عشوائيات ولا اماكن ايه بالظبط في اسكندريه؟ لا، عشوائيات. عشوائيات. احنا بنتكلم في عشوائيات. نقدر نذكر العشوائيات ولا صعب؟ لا، احنا ما نقدرش نذكر الاماكن لان هي اتعملت في كذا اماكن يعني. اتفضل. فطبعا احنا طبعا كان عندنا اهمال في الكمامه، وكان عندنا برضو تاثير في الكهرباء. تمام. وكان عندنا برضو تأثير ان احنا عايزين ننظف شوارعنا ونخليها جميلة. تمام. فبدأنا بفكرة ان احنا ليه ما نجمعش مجموعة مع بعض متطوعة ان احنا مثلا نكنس الشوارع. ان احنا ليه ما نزينش الشوارع. ان احنا ليه ما ندهنش الشوارع من الداخل. ده كان طبعا تحت رعاية سيادة اللواء معالي الوزير محافظ اسكندرية محمد الشريف. تمام. طبعا كانت استاذه جيهان رئيسة الحي المتزاول، جيهان مسعود. طبعاً. طبعا ست فاضله اكيد طبعا، بذلت مجهود في وقت قصير جدا. وطبعا احنا الحاجات دي طبعا، والحاجات دي طبعا احنا يعني اتعرف بيها. تمام. انا كنت معاكم الفتره اللي فاتت طبعا. نزلت الشارع، شفت المجهودات اللي بتتعمل من خلال المحافظه، شفت قد ايه سياده المحافظ محمد الشريف قايم بمجهود رائع. مظبوط. نزل العشوائيات. مظبوط. انا نزلت الشارع مخصوص عشان اشوف. مظبوط. نزلت كمواطنه، نزلت كاعلاميه، نزلت عشان اشوف بالظبط الانجازات. بجد كانوا قايمين بمجهودات رائعه في طبعًا العشوائيات طبعًا. وانا شفت ده فعلا بعينيا. وطبعا انا من خلال البرنامج برضو بشكر استاذه جيهان مسعود من خلال البرنامج مصر مساء، انا بشكرك استاذه جيهان على مجهودك الرائع. طبعا احنا طبعا بنشكر طبعا السيد اللي هو محمد الشريف، ان راجل متواجد 24 ساعه في الشارع فعلا.
حتى الراجل مثلا يوم جمعة، اليوم الجمعة مثلا اللي هو بتاع كالمعتاد ان اي حد مثلا يريح فيه استأذنك كده. بس يا استاذ عبده، لو سمحتوا احنا كان معانا جزء من الفيديو بتاع سيادة المحافظ وطبعا كان موجود في استاذة عزبة جيهان محسن. مسعود. كان موجود في عزبة محسن. طب بليز لما يجهز بس ممكن نشوف. تمام. اتفضل. فطبعا الراجل متواجد معانا في الشارع على طول. تمام. الراجل ما عندوش فرق بين شاب مثلا مش معروف، لا بيقف في الشارع يستمع لأي حد، تمام بيستمع لفقير لغلبان لشاب لراجل كبير لراجل مسن لراجل مريض، تمام فما عندوش تأثير في أي شيء صراحة. وطبعا المهندسة جيهان مسعود ست أنا طبعا، أحييها، بتستجيب طبعا فورا ست هي لأي شكوى طبعا، موجودة في أنا الشارع بحييها طبعا من جدا. الساعة 9 الصبح، تمام وطبعا ما بتشوفش مكتبها إلا مثلا في المؤتمرات والكلام ده. ف أنا بعد إذنك برضو معلش أنا دايما بقطعك، أنا كان في مشكلة في إحدى المدارس، وكانت المدارس يعني مدرسة معينة حصل. ما كانش تم تعقيمها كويس، وكان بيشتكوا منها ان التخت مش نظيفة وان الفصول مش نظيفة، فطبعا على الفور توجهت لها وكلمتها تليفونيا، استجابت فورا استاذة تمام جيهان، مظبوط. استجابت فورا وراحت المدرسة اوريدي، خلت العاملين بالمدرسة اتعقمت، تمام اتنظفت، التخت اتمسحت، الفصول كلها اتنظفت. تمام فأنا مظبوط. بشكر أستاذة جيهان بجد لأنها بتستجيب لأي شكوى. لا يعني المهندسة جيهان ست طبعا فاضلة طبعا وبتستمع كتير وبتحل يعني المستطاع اللي هو في ايديها في الوقت الحالي ان هو يتحل، ما تنساش برضو أستاذ عبده إن ده وقت ما قصير، هي لسه بتأثرش. واخدة برضو هي يعني تراكمات عليها مشاكل المهندسة كتير. جيهان كده تقريبا يعني خلاص الفترة قصيرة، بس عملت كام حاجة في الانجاز في الفترة ديت، فعملت كام انجاز. تمام. وغير كده المهندسة جيهان هي اصلا معروفة على مستوى انا حضرت اسكندرية. لها اجتماع تمام. وشفت مجهوداتها فهي مع هيئة برضو المرافق. ست عاملة برضو في بعض الأماكن، فطبعا كانت معروفة. فاحنا ده طبعا اكيد من كانت في الحاجة برج العرب تقريبا. برج العرب، فاحنا الحاجة الجميلة برضو ان جات لنا مهندسة زي المهندسة جيهان في حي منتزه اول، تمام. لان طبعا هي من النوع اللي بيستمع ومن النوع اللي بيخدم ومن النوع اللي هي تواجدها في الشارع بيريحنا احنا عامة انا كشباب. سمعت انها فترة كان في مجاري او صرف نزلت بنفسها، نزلت رفعت البنطلون ورجليها ونزلت في الصرف الصحي يا جماعه، متخيلين يعني مسؤوله ما همهاش، نزلت في الصرف الصحي في الشارع قدام الناس كلها، مظبوط. ما فرقتش بقى ان هي ست، ما فرقتش ان هي راجل، اتعاملت بروح ايه؟ بروح مصريتها وشعبيتها طبعا بس، طبعا يعني انا بشكرها بجد. طبعا. وانا برضو حابب برضو يعني من خلال برنامج حضرتك ان انا برضو يعني اشكر معالي النائب ابو العباس تركي فرحات. طبعا ده مش شخصيات نحييه برضو من خلال برنامج يعني، مصر مساء ده مش شخصيات مثلا اللي هو مش نائب بمعنى الاصح، في وسط الناس وفي الشارع. ده الراجل ده، انا شفت على فكرة هيظهر معانا فيديو هيوضح كل ده. الراجل ده من الساعة 8 صباحا يوميا بيدخل بيته الساعة 2. تمام. الراجل ده مثلا لو متواجد في حتة مثلا تبعد عن المكان اللي احنا مثلا فيه بنبلغه بشكوى، يعني دريك على طول تلاقيه موجود قدام منك. استاذ عبده ده دوره، انا لما الشعب بيختارني عشان بمثله دوري ايه؟ تمام. ما هو دوري ان انا ابقى متواجد مع الشعب في الشارع ل5 صباحا و4 صباحا، انزله لو ما نايم، احنا ارد على فندم، تليفونه، ما هو الشعب وكلني ان انا اكون ما نائب احنا عنه، حضرتك يبقى اعمل ايه؟ احنا لما بنوكل مثلا 4 أو 5، تمام. تمام، فهم المفروض الـ4 والـ5 موجودين، بس هنقول مثلا ايا كان كل فيهم عدو واحد بيشتغل في عدو وبيبذل شغال مجهود. وفي عدو مثلا لا شغال مثلا في حتة تانية تبعد تمام عنك. هي تمام اصلا دايرة منتزه اول كبيرة جدا. جدا تمام. طبعا جدا فهي طبعا دايرة يعني بتشمل قرى كتير وبتشمل ريف كتير ومراكز كتير والكلام ده، طبعا فهي تعتبر اكبر دايرة على مستوى اسكندرية. اكيد بس انا بتكلم ان الراجل ده يعني شايل اعباء كتير جدا يعني. شايل كتير، وكفايه مثلا ان هو يعني خطه التطوير اللي هي طبعا تحت رعايه اللي هو محمد شريف محافظ طبعا اسكندريه والمهندسه سيادة اللواء جيهان طبعا. مسعود، فانا يعني واحد من الناس انا شايف ان هما مثلث تكاتف مع بعض، أكيد والنائب ابو العباس من الناس اللي هي مجتهده جدا ومن الناس اللي هي موجوده معاك في الشارع تمام، وبتدور على السلبيات بين النبض الشارع للمسؤولين جدا يا فندم. يعني، هو ده اللي أنا بقوله إن هو يعني بين في نبض اماكن، في الشارع. اماكن احنا هنتكلم عليها في المنتزه الاول، الاماكن دي اصلا ما كانش فيها اصلا صرف صحي، ما كانش فيها كهرباء، ما كانش فيها اصلا مياه شرب كل مثلا الخدمات دي قويه. دخلت يا أستاذ عبده، كل الخدمات دي دخلت وبرضو يعني عن طريق النائب ابو العباس. تمام. والراجل طبعا والمسؤولين استجابوا على الفور. على طول
يعني تمام هي الناس بتتكتف معاه عشان هي الناس شايفاه مثلا ان هو شغال. تمام تمام. فالراجل ان هو مثلا يخلي ريف منتزه كامل، يخلي الريف ده من منطقه عشوائيه لتلات ارباع جزء مثلا ان هو مجتمع كويس. تمام. تمام رغم برضو يعني هو الصعوبات اللي هو بيقابلها كتير وانتقادات بيقابلها كتير، اكيد. بس هو راجل كعامه ما هو كاحنا مش كل كشباب الناس، مش كل الناس ايجابيه، اكيد عندنا ناس سلبيين، اكيد عندنا اكيد ناس مش، اكيد اصل مش كل الناس هتقدر تحبه. اكيد طبعا حتى لو هو بيضيف بتبقى الناس، لو هو بيشتغل 80% الناس بتبقى عايزه مجهود 100%. اكيد. احنا بنبقى محتاجين ان احنا نحل كل مشاكلنا في توقيت واحد، وده صعب. بس هي يعني استاذه هي القصه ان احنا بس ايه مساله وقت. يعني احنا اصلا لو بنتكلم في خطه تطوير تمام عشوائيات، وطبعا خطه التطوير مش هننسى طبعا ان هي توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخطه اكيد. تطوير العشوائيات. وان شاء الله هو تمام. ينزل يفتتح، والراجل هيفتتح تقريبا هو تقريبا الفتره الجايه ان شاء الفتره اللي الله جايه ان شاء الله، يعني هيفتتح عندنا كوبري طريق العوايد المحموديه. المحموديه طبعا ده مشروع رائع، ضخم يعني جدا. ضخم ورائع جدا. وبجد تحيه على الكل اللي كانوا قائمين فندم على العمل ده يعني في حضرتك اسكندريه. لو جبتي مثلا، لو حضرتك مثلا في كنترول في صور للمحموديه مثلا قبل، هنشوف ان شاء الله صور. وصور مثلا طبعا احنا معانا طبعا النائب ابو صورة العباس من النائب ابو العباس الترك. طبعا من النائب من طبعا الحته دي يا فندم اللي انت حضرتك واقفه انا فيها من كنت عند فيها، النائب. كنت فيها هنا تقريبا في عزبة محسن، صح؟ تمام. عزبه ودي محسن. كلها الاعضاء دي كلها اعضاء المكتب. والمواطنين. تمام. والمواطنين تمام الحته دي لو هنتكلم مثلا ان هي من سنتين ثلاثه تقريبا، ممكن ما تعرفيش تقفي الوقفه اللي حضرتك واقفاها. بالظبط. تمام. لان كانت اصلا الارض بقى مفيش، مش كلها متسفلته ارض التراب. طينيه، كلها ارض طينيه ونظام مجرى للصرف. تمام. طب ما كانش زي كده برضو يا وما استاذ كانش عبدورة فيه اصلا يعني التطورات دي ما كانش كلها فيه الكلام ده حتى اصلا، ما كانش فيه كشاف اضاءه، خالص. ما كانش فيه كل الكلام اللي حضرتك شايفاه ده. فطبعا كان الوقت اللي حضرتك موجوده فيه ده كان برضو بتواجد السيد المحافظ عايزين بعد اذنك، عايزين برضو كان في صوره للاجتماع، اجتماع الحي كان مع استاذه جيهان كان برضو بتوجيه يعني والنائب ابو بتوجيهات العباس. بتوجيهات برضو من الاستاذه المهندسه جيهان مسعود. كان ساعتها في اجتماع هيئه المرافق تقريبا، كان كلها هيئه المرافق المرافق بتاعت والطرق اسكندريه كلها. ومظبوط. تمام. فطبعا اجتماع زي ده هنشوفها لو سمحتوا. ممكن نقول مثلا ما حصلش الا يعني من خلال تواجد مثلا المهندسه جيهان، ومن خلال تواجد برضو النائب ابو العباس. تمام. لان الاجتماع ده ما كانش بيحصل قبل كده، ما كانش مثلا في رئيس حي يجي يدور مثلا على المسؤولين عن الطرق، المسؤولين عن المرافق. كان كل واحد بقى في كانش ما كانش بيبقى في اجتماعات، بيتم اجتماعات داخل الحي مع ممكن هيئة. هنقول مثلا كل سنة مرة، بس المهندسة جيهان من ساعة ما جت بسم الله ما شاء الله دايما يعني في اجتماعات، كل يوم في اجتماع وكل دي يوم حاجة في كويسة الشارع بجد. وكل يوم بتسأل وكل يوم بتسمع أنا شخصيا لما رحت مكتبها شفتها بجد بجد مسؤولة، عايزة تعمل حاجة. شفتها حد بيراعي ربنا جدا، يعني كل مهندس قاعد قدامها بتحاول تحاوره بطريقة غير عادية عشان توصل في الأول وفي طبعا الآخر لخدمة المواطنين. طبعا طبعا. يعني أنا شفتها قد إيه بتبذل مجهود رائع، وغير يعني كده برضو بجد. عملت يعني الحاجة الوحيدة اللي هي عملتها مثلا برضو جميلة، إن هي مثلا هي عايزة فكر شباب. فالحاجة الوحيدة اللي هي عملتها معانا هي عملت جروب واتس خاص بالحي. تمام. وهي عارفة مين الشباب اللي في الشارع اللي طب شغالة. ننزل بفيديو النائب من فضلك. على حضوركم، وبنتوجه طبعا بالشكر للقياده السياسيه اللي هي وجهت بعمل مشروع تطوير العشوائيات. يمكن السيد الرئيس بدا في المشروع بقاله النهارده اكتر من 4 5 سنين، وبدا بالعشوائيات الاول الغير امنه اللي هي معرضه حياه الناس للخطر، ثم انتقل على العشوائيات اللي هي الغير مخططه. واحنا في محسن خدنا اولويه اولى، الحمد لله كنا تقدمنا بطلبات للسيد وزير الاسكان ورئيس صندوق تطوير العشوائيات. بناء على توجيهات سياده الرئيس تم ادراج عزبه محسن في خطه تطوير العشوائيات من سنتين، الحمد لله تم اعتمادها وتم توقيع البروتوكول من معالي السيد الوزير المحافظ اللي هو محمد الشريف، اللي احنا بنشكره الاول على تشريفه وعلى جهده اللي بيبذله في محافظه اسكندريه. ويمكن الحمد لله عزبه محسن تم ادراجها في خطه تطوير العشوائيات بمبلغ 92 مليون جنيه للرصف و16 مليون جنيه للاناره، لاناره الشوارع ما بين اعمده وما بين ازرق وما بين كشافات، وهيركب كشافات ليد في المربع بالكامل. اللي احنا الصرف الصحي، المشاكل اللي موجوده فيها اذا كان في مشاكل فرعيه موجوده احنا عارفين بيها، هي نقط محدده داخل المشروع فيها بعض. لو كلمنا شركه الصرف الصحي وان شاء الله
قد ايه سياده النائب يعني مزروع في وسط الناس في الشارع. انا شايفه الحشد اللي حواليه. طبعا لا ده ممكن مثلا كده هو مثلا الناس مختصره حواليه بيحاول انا شايفاه بيحاول يرضي الجميع. يعني انا شايفه الناس حواليه يا سياده النائب احنا عندنا مشكله هنا. يا سياده النائب بيستوعب كل المشاكل يعني بيستوعب كله وعايز يحل كل حاجه. هو بيستمع كويس والله يا جماعه انا بقول كلمه حق على فكره. يعني انا مش انا على الحياد جدا يعني بس انا اللي شفته لما كنت في الشارع يعني طبعا على راسهم سيد اللواء محمد شريف وزير محافظ اسكندريه بجد بامانه انا شفت قد ايه كل الناس دي في الشارع في وسط المواطنين عايزين يخدموا. مفيش فرق بقى بين المحافظ، مفيش فرق بين رئيسة حي، مفيش فرق بين النائب، كله متكاتف، كله ايد واحده. لاني انا فعلا نزلت الشارع وشفت ده حقيقي. فانا بحييهم بجد وعايزاك تكمل بقى. طبعا هو يعني احنا بنتكلم لو بنتكلم في منطقه زي دي، المنطقه دي مثلا لو مفيش مثلا واحد زي اللي هو محمد شريف محافظ اسكندريه، لو مفيش مثلا المهندسه جيهان مسعود رئيسة حي المنتزه. معانا النائب ابو العباس التركي. الو الو. ايوه سياده النائب، ازاي حضرتك؟ الله يخليك يا استاذه اميره، تحياتي ليك وللبرنامج. سي يا فندم اشكرك كامل. اشكرك يا نائب، تحياتي للقناه. استاذ عبده معانا عايز يكلم حضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا معالي النائب. معالي النائب ربنا يخليك يا استاذ عبده، ازيك عامل ايه؟ فخر شباب اسكندريه معالي النائب. الله يخليك معالي النائب، فخر شباب اسكندريه كلها فعلا. ربنا يخليك يا استاذ عبده. سياده النائب الفترة اللي فاتت دي أنا كنت مع حضرتك في الشارع ولسه منزلة فيديو دلوقتي لوجودك في الشارع في عزبة محسن. سيادة النائب المواطنين لما بيحتاجوا حاجة من سيادة النائب بيبذلوا مجهود عشان يوصلوا له؟ المكتب مفتوح، المكتب مفتوح من قبل ما يبقى فيه انتخابات. بقى لنا أكتر من 15 سنة مكتبنا زي ما هو ورقم تليفوننا زي ما هو. يعني الرقم اللي معايا ده اللي هو الرقم الوحيد اللي انا اللي حضراتكم بتتصلوا عليه مزبوط. ده رقم التليفون الوحيد اللي موجود من سنه 2001 حتى الان. يعني النهارده حوالي 20 سنه هو نفس رقم التليفون مع كل الناس. المكتب هو نفس عنوان المكتب من سنه 2004 حتى الان هو نفس عنوان المكتب. فالموضوع ما فيهوش صعوبه، 90% من اهل الدايره عارفين مع عنوان المكتب ومعاهم رقم التليفون. غير ان احنا زي ما انتم شايفين تواجد بصفه مستمره مع اهلنا في الشارع، ما بنستناش المشاكل توصل. احنا ماشيين في الشارع بنلم طلبات الناس اكتر من الطلبات اللي بتجي لنا في المكتب، لان دي اهلنا وده حقهم علينا طبعا. وده اقل حاجه ممكن تتعمل لاهلنا طبعا. رد الجميل لان اهلنا كانوا ورانا ووقفوا ودفعوا ورانا، وقفوا ورانا وقفه قويه جدا في انتخابات مجلس النواب في 2015، وده كان وسام على قدرنا لما احنا يعني كنا الاول على الدايره ويمكن من اعلى الاصوات على مستوى باكتساح يا ست النائب باكتساح. ربنا يخليكي. فده طبعا تاج على راسنا من اهلنا، لازم نرد الجميل لهم. وده اللي احنا شغالين عليه بقى لنا النهارده 5 سنين من يوم ما دخلنا المجلس، ما يقرب من 5 سنوات يوميا احنا موجودين معاهم بصفه مستمره. ان شاء الله دوره ثانيه باذن الله يا ست النائب. ربنا قول لي يا ست النائب في دماغك حاجه الفتره اللي جايه؟ تخطيطات في دماغك، تطوير جديد، ناوي تعمل ايه يا سياده النائب؟ هو انا بصفه مبدئيه يعني الاول انا حابب اتوجه بالشكر لكل الجهات التنفيذيه اللي ساعدتنا في المره اللي فاتت في الفتره اللي فاتت على راسهم سياده اللواء محمد شريف محافظ اسكندريه طبعا، و المحافظين السابقين كان في تعاون برضو شديد في ملفات كتير اتنهت في خلال السنوات اللي فاتت. فانا بوجه لهم ايضا التحيه والشكر، بوجه التحيه والشكر للسيد وزير الاسكان على تطوير العشوائيات اللي هيتم عندنا في المنطقه. مجهود رائع. وقبل كل الناس دي انا بتوجه بالشكر والتحيه للقياده السياسيه، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لانه هو صاحب المبادره الاولى اللي احنا قدرنا بعد كده ان احنا ناخد منها لخدمه اهلنا، ان هو يطور العشوائيات ويخلق بيئه صحيه امنه لاهلنا في المناطق العشوائيه اللي تضررت على مدار سنين من الاهمال وانها ما لقتش حد يطورها ويدي لها حقوقها. فانا بشكر طبعا سياده الرئيس السيسي على الجهد وعلى التوجيه المبذول في هذا الملف.
طبعا البشمهندسه المحترمه جيهان مسعود النشيطه اللي اه والله هدى، يا ست يعني ان النائب شاء الله قايمة ربنا بمجهود رائع يوفقها وان شاء الله يعني مستنيين منها كتير الفتره الجايه. ان شاء الله. الملفات اللي احنا شغالين عليها، احنا يمكن انا بكلمكم دلوقتي وانا داخل محطه صرف المهاجرين. محطه صرف ربنا المهاجرين يقويك يا دي ست كانت النائب. منطقه المهاجرين دي كان بقى لها فتره كبيره الصرف الصحي فيه مشاكل فيها، بقى لها النهارده اكتر من 7 8 سنين الناس بتعاني. النهارده اول يوم تشغيل لمحطه صرف صحي المهاجرين، واحنا موجودين النهارده مع الناس بنتابع اول يوم تشغيل للمحطه بعد جهد 5 6 سنين في مشروع لحل مشكله منطقه سكنيه كبيره هي المهاجرين والحمر. يمكن عندنا ملفات كتير احنا شغالين عليها، عندنا مجموعه من الحمد لله يعني تطوير عشوائيات. احنا خدنا منطقه عزبه محسن ومنطقه دربالة والجزيره الخضراء انا شفت وشافوت يا سيادة والمرابط. النائب، انا شفت كنت معاك في الشارع. طبعا طبعا حضرتك حضرتي معانا مجهود رائع يا سيادة النائب الفرد والله. ربنا واحنا يخليك. بنوزع الكمامات بقى طبعا حقيقه مشرفه نورتونا طبعا. ربنا يخليك يا سيادة احنا النائب. بنشكركم طبعا على تشريفكم وعلى متابعتكم المستمره للعمل اللي بيتم ربنا يخليك من يا خلال سيادة النائب. المحافظه ده ومن خلال اقل واجب ناحية الجهود اللي بلدنا يا بنبذلها سيادة النائب، كلنا. ناحية مصر. ربنا يخليك. احنا طبعا يمكن عندنا مناطق، احنا الحمد لله يعني دائره المنتزه اول فازت بنصيب الاسد، بذلنا جهد والحمد لله يعني كل الجهات التنفيذيه ساعدتنا ووقفت معانا عشان نوصل للنتيجه ان احنا خدنا منطقه عزبه محسن في تطوير عشوائيات ب 108 مليون. عندنا منطقه الجزيره الخضراء كويس قوي ودربالة سيادة النائب. وشاكوش وسيدي بشر اللي هو المربع اللي هو قبل شارع سيف ده معانا برضو اللي هو خلف الكتان، ده معانا من ضمن المشروع من ضمن مشروع تطوير عشوائيات في المنطقه الثانيه اللي هي سيدي بشر ابلي. ايوه كمان عندنا منطقه الفلكي داخله في الخطه الجايه بتوجيهات معالي السيد وزير محافظ الاسكندريه اللي هو محمد الشريف، مدرجه في الخطه اللي هتبدا ان شاء الله بعد ما ينتهي مشروع الصرف الصحي اللي بدانا فيه. برضه كانت معاناه كبيره لاهل الفلكي على مدار اكثر من 7 8 سنوات فاتت، كانت مشكله الصرف الصحي في الفلكي كل شتاء كان بيبقى قنبله موقوته بتستنى ان يحصل كارثه في منطقه الفلكي. عندنا منطقه البكاتوشي ومنطقه المراغي وضواحيها، ومنطقه البكاتوشي فيها حماس وفيها ان شاء الله الخطه الجايه 500، دول داخلين من ضمن القرى الاكثر احتياجا. القرى الاكثر احتياجا برضه خطه عملها معالي السيد رئيس معالي النائب، الجمهوريه بعد واحنا اذنك وجهنا بعد اذنك ممكن واحد. تحكي للناس منطقه 500 كانت عامله ازاي وحضرتك دلوقتي بتعمل ازاي؟ السفلتة أنا شفتها يا سيادة النائب، أنا شفت كل يوم مجهودك وكل يوم بتنزل الناس تسفلت الشوارع، أنا شفت مجهود رائع بجد. أنا يعني مش بنقل صورة أنا ما شفتهاش، لا أنا بنقل صورة أنا شفتها فعلا. لا حضرتك ما شفتيش الطرق ربنا يعني يخليك. في طبعا الاول أنا خالص. شفت يعني الطرق في تخيل، الأول، لا أنا هو اسكندرانية كنت لا بعدي مع أغلب الطرق الطرق دي الاول كنت خالص، بشوف. الطرق الاول خالص قبل ما سيادة النائب بيخش في تطويرها كانت حاجة تانية خالص، ما كانش ينفع اصلا ان انت تمشي فيها. ربنا يبارك فيكم. احنا طبعا يعني انا عايز اقول للناس يعني في منطقتنا الحمد لله هم شايفين كم التطوير والجهد اللي بيتبذل للوصول لده، وطبعا بتعاون كافه الجهات التنفيذيه بنوصل لده مع بعض لان احنا فريق عمل كلنا بنكمل طبعا بعض. واحد فريق عمل واحد. في النهايه يعني منطقه زي منطقه البكاتوشي كان الوضع سيء جدا السنه اللي فاتت في الشتاء و كان يعني الوضع كارثي، وعندنا مجمعين مدارس ربنا وفقنا خدنا الشارع الرئيسي بالكامل بتاع البكاتوشي ونسيت وخدنا معاه عشان شارع نسيت يا فندم معاه. وملاعب الشباب الو يا فندم اللي انت عاملها في منتزه اول، ايه ملاعب الشباب. ملاعب الشباب اللي انت بتدعم بيها وزاره الشباب اللي انت عاملها في منتزه اول. طبعا طبعا ما دي حاجه بقى مهمه وفي خطه احنا بدانا في جزء منها وجزء منها هنكمله. ونادي عزبة احنا محسن عندنا مركز، عندنا بعد ما خدنا الشوارع الرئيسيه في الاسفلت وخدنا معاه شوارع المدارس، عندنا عدد من مراكز الشباب احنا بدانا فيها. احنا دائره المنتزه كانت محرومه من وجود مراكز شباب نهائي، منتزه اول ما عندناش ولا مركز شباب، توفيق ربنا احنا انهينا مركز شباب الفضائي ومواافقاته والاشهار وخدنا رحله خدت طويله مع تراخيص يا كل سيادة النائب؟ خدت تراخيص؟ خدنا كل الموافقات تمام بالكامل وشغالين مع الحي دلوقتي بناخد شهاده صلاحيه بيان صلاحيه، لكن بدانا فعلا في الاعمال بحفر للحفر سور المركز وان شاء الله، وخدنا موافقه الوزير كمان على انشاء سور للمركز وعمل ملعب نجيل صناعي. عندنا ملعب مركز شباب تاني في منطقه خرشد
مركز الشباب ده من 20 سنه تم التبرع بارضه ما قدروش، للاسف ما انتهاش اجراءاته على الحمد لله بتوفيق ربنا وجهودنا. الحمد لله. 8 سنين استطعنا ان احنا ننهي كافه الاجراءات وموافقات كل الجهات منها الزراعه وموافقات وزير الشباب والرياضه وموافقات الجهات الامنيه وكل الموافقات الحمد لله انهيناها، وبقى عندنا كيان قانوني اسمه مركز شباب قرشط. عندنا منطقه ثالثه كانت حديقه في مساكن العبور، كانت الحديقه دي في منطقه الراس السوداء، منطقه حديقه يعني مش عايزين نقول انها غير انها كانت مستغله استغلال سيء. الحمد لله وجهناها انها هتبقى مركز شباب، خلصنا كل الاجراءات، يمكن نحتفل مع بعض الاسبوع الجاي بتسليم المكان ان شاء الله باذن الله. معاك يا ست الناء للبدء في انشاء المركز. معاه كمان عندنا منطقه ثانيه هنعمل منطقه العوايد، هنعمل فيها مكان مركز شباب ثاني من ضمن الخطه بقى القادمه ان شاء الله. المركز ده احنا خدنا موافقه مبدئيه من المجلس التنفيذي السنه اللي فاتت ان يتم انشاء مدارس ومركز شباب ومكتب بريد في منطقه الراس في منطقه العوايد، هيبقى في ارض الشركه المتحده للاسكان والتعمير، هي مجموعه تخصصات اخرى هقولها لكم. كل دي تصريحات لمصر مساء، انا ما طلعتش قبل كده صح؟ طبعا طبعا احنا خدنا موافقه بانشاء شهر عقاري، والشهر العقاري تم تخصيص مبلغ من وزاره العدل 8 مليون جنيه لبناء مركز سهر عقاري محترم لاهل المنتزه، في هيتبنى في منطقه سيوف كمان. حلو ده يا ست الناء، هيبقى حاجه طبعا محترمه، لان طبعا الشهر العقاري كان عندنا سيء جدا. عندنا مديريه التموين كمان بدل ما كانت في المنشيه هتنقل عندنا في السيوف مع مركز نموذجي للخدمات التموينيه برضه بوجودنا ان احنا يتخصص لهم ارض، ومع السيد الوزير عشان سرعه ادراجهم في الخطه، والباشمهندس محمد الاستاذ محمد سعد الله وكيل وزاره التموين لحد ما انهينا موضوع الاجراءات الموافقات على انشاء مديريه التموين ومركز التموين مركز الخدمات التموينيه النموذجي، وده هيبدا وتم تخصيص مبلغ له من وزاره التموين وهيبدا في خلال الفتره الجايه العمل فيه. ايضا خدنا قرار من بتخصيص قطعه ارض لانشاء اداره تعليميه للمنتزه اول، عشان الاداره التعليميه اللي موجوده دلوقتي في طوسن ودي بعيده جدا على اهالينا، فاحنا يبقى عندنا ادارتين، اداره في اول واداره في ثاني، نقرب المسافه للناس ونخفف عنهم العبء، ويبقى عندنا ادارتين تدير العمليات التعليميه في المنتزه، يبقى قللنا لان اداره المنتزه اكبر اداره تعليميه على مستوى الجمهوريه. طبعا اكيد، واستاذ سامي فضل برضو قايم بكل طبعا انا بشكره. سامي من الناس المحترمه طبعا، بشكره طبعاً. بشكره جدا احنا حقيقي. احنا عندنا 600 حاجه و50 مدرسه على مستوى فعلا كان الفتره اللي فاتت بذل مجهود، وانا شفت برضو بذل مجهود رائع. طبعا من الناس المحترمه جدا استاذ سامي فضل، انا بشكره بجد. طبعا مع الاستاذ يوسف الديب احنا موجهين ان شاء الله ان احنا يتقسم الاداره التعليميه، شغالين على اصدار قرار بيها، لكن خدنا قرار بتخصيص قطعه ارض، عملنا اقتراح برغبه في المجلس اتوافق عليه، وان شاء الله الفتره الجايه يتعمل اداره تعليميه منفصله ان شاء الله، في مركز هيتعمل للشؤون الاجتماعيه كمان في نفس المربع، هيبقى نقطه لتجمع مكاتب الشؤون الاجتماعيه، لان احنا عندنا مكاتب الشؤون الاجتماعيه فعلا اوضاعها صعبه جدا، مكاتب صغيره جدا ما تكفيش الناس، هنعمله في الفتره الجايه مراكز للشؤون الاجتماعيه في برضه في نفس المنطقه في السيوف. معاها كمان هيتعمل مكان، خدنا موافقه بانشاء حي منتزه ثالث بتخصيص له قطعه ارض، وخدنا موافقه في المجلس في لجنه الاقتراحات شكاوى لانشاء حي منتزه ثالث، وان شاء الله الفتره الجايه يبدا ويدخل حيز التنفيذ مع انشاء وحده اداريه من خلال وزاره التنميه المحليه انها يبقى حي منتزه ثالث. كمان خصصنا مكان لانشاء نقطه شرطه في منطقه سيوف، نقطه الشرطه دي هتبقى عباره 2400 متر، هيبقى مركز شرطي، هيبقى فيه نقطه اسعاف، هيبقى فيه سجل مدني، هيبقى طفره عاليه جدا تخدم اهالي دايره المنتزه بالكامل في المربع ده. سياده النائب، سياده النائب استاذن حضرتك، في تجاوب من المسؤولين لما بتيجي تطلب كل الخدمات دي، في تجاوب من المسؤولين سريع مع حضرتك؟ طبعا هو الموضوع يعني حضرتك بتذكر حاجاتك، بتذكر حاجات يعني فظيعه جدا، وحاجات في اسكندريه خدميه، كل ده في استجابه يا سياده النائب فعلا؟ هو طبعا اكيد الموضوعات طبعا بيبقى فيه
بتاخد جهد عشان توصل للنتائج، لكن انا بشكر الساده التنفيذيين لان انا زي ما قلت لحضرتك احنا بنشتغل كفريق، في ثقه ما بيننا ان اللي بيطلب كله مطالب عامه، مطالب للناس كلها، ما فيش اي اهداف غير ان انت تخدم الناس بالظبط، وده بيساعدك بتوفيق ربنا. ولو في اي عقبات بنلاقيها بنقف مع بعض ونذللها، لان طبعا الموضوعات ما خلصتش بالسهوله اللي انا بتكلم بيها في التليفون دي، لكن في أكيد. الاخر في استجابه طبعا من الاجهزه التنفيذيه معانا، وإذا كان بيطلع حد في التنفيذين بيبقى عنده له رؤية في موضوع معين، لكن في الآخر بنوصل مع بعض لنقطة التقاء إن إحنا نقدر أكيد. نعمل نوصل للنتيجة المستهدفة، ونقدر نعمل نوصل إن يبقى في عندنا نقطة خدمية تهم تخدم الناس كلها. أنا غير إن أنا عايز أقول لحضرتك اتفضل. إن إحنا خصصنا عدد كبير من المدارس، خصصنا طب تبع قطع اراضي. طب سياده النائب بس معلش عشان وقت البرنامج، انا بس عايزه اسال حضرتك سؤال اخير، والسؤال ده مهم جدا. توعد المواطنين اللي ادوا صوتهم للنائب ابو العباس التركي بايه في المرحله القادمه؟ اوعدهم ان شاء الله ان احنا هنكمل اللي احنا بداناه، وان احنا ان شاء الله هنقدر في يوم من الايام نقول نكون طورنا دائره المنتزه بالكامل، وحققنا كل الخدمات اللي ناقصه في الدائره من مراكز الشباب ومدارس، لان احنا عندنا عدد كبير بدانا فيه، وعدد كبير شغالين فيه، وعدد كبير هنشتغل فيه في الفتره الجايه. مراكز الشباب كل الخدمات اللي ناقصه ان شاء الله في دائرتنا باذن الله، باذن الله بالتكاتف الجهود والجهد اللي بيتبذل هنوصل في الاخر للنتيجه اللي ان شاء الله الناس بتتمناها، وهي انشاء توفير كل الخدمات اللي ناقصه. أنا بشكرك والله يا سيادة النائب، ولينا لقاء بعد الانتخابات عشان تقولي على أسرار جديدة وإضافات جديدة إن شاء الله، وأنا بتمنى لحضرتك التوفيق يا سيادة النائب. أشكرك يا سيادة النائب. ونرجع تاني مع أستاذ عبده. قولي بقى إيه رأيك في كلام سيادة النائب؟ أكيد أنت من هناك، مفيش كلام من طبعا، المنتزه أول، أكيد عارف الشخصية دي أكتر مني. طبعا انا مش قادره اضيف اضافات اكتر من اللي قالها سياده النائب، بس اكيد حضرتك توضح لي. بص يا فندم، طبعا هو ما فيش اضافات غير اللي قالها سياده النائب. طبعا انا واحد من الناس اللي هو بنزل. طب يا ريت، معلش استاذنك، طب ننزل الفيديو بتاع سياده المحافظ اللواء محمد شريف. انا كنت عاوز اقعد معاكم في اي مكان، ولكن عدد ناس كبير وحيبه فيه تزاحم مش كويس، وانا حرصا عليكم مش هقعد معاكم. انا مشيت وشفت الشوارع المتكسره اللي احنا بنسيبها، وشفت الاناره السيئه، وانا عاوز اقول حاجه كمان اقولها، ان احنا عندنا في مصر هنا 14 شتيشه قديمه و1000 شتيشه جديده، دول كلهم هيتطوروا ان شاء الله خلال الفتره القادمه. ومعانا شباب من اهل مصر موجود. سيادة المحافظ على قد المجهود اللي بذله ونزل الشارع، بس برضو هو بيحس علينا بالتباعد، خايف على صحة المواطنين طبعا. على فكرة يعني يا جماعة، بس أنا عايزة أوصل لكم معلومة، لما بينزل مسؤول الشارع لما بيقول تباعد ومفيش تزاحم، ده خوفا علينا تمام. يعني هو لما طلب ده عشان صحتنا احنا، لان التجمعات صعبه جدا في ظل الظروف اللي احنا فيها. فطبعا احنا بحاجه لسياده المحافظ على وجوده معانا في الشارع، بنشكره جدا ان هو ابتدى يدعم المواطنين على التحفظ بحته انه ما يكونش فيه تجمعات، ان يبقى فيه تباعد حتى مسافه ما بين الناس. هو فندم الحته ده طبيعي جدا عامه يعني. هو الحته اللي كان متواجد فيها ديت دي فيها آلاف السكان. أنا شفت لما نزلت أفرق الكمامات في الشارع، يعني السكان. أنا نفسي مش محافظ أهو، بس كم الناس كانت رهيبة وبتتكاتف بطريقة طبعًا غير عادية طبعًا. فطبعاً وبقينا نقول للناس يا جماعة من فضلكم تباعد، يا جماعة من فضلكم كورونا، يا جماعة من فضلكم. إحنا محتاجين وعي كافي. فإحنا كمسؤولين أو كل يعني إحنا إعلاميين والمسؤولين بنحاول نحفز الناس على حتة التباعد طبعًا. حتة إن هم يبقوا فاهمين كويس جداً إن في وقاية، ان في احترازيات لازم نلتزم بيها. حتى الفتره اللي جايه دي يا استاذ عبده، المفروض ان قرار رئيس الوزراء تمام بان رفع الحظر تمام. مش معنى رفع الحظر
اننا هنبقى كلنا مع بعض في الشارع إحنا بقى نعمل تكدس وتكدس لا رفع الحظر ده الحاجه الطبيعيه المفروض الشعب يبقى عايش فيها. بس هو الراجل رفع يعني عامه هو رفع الحظر ان احنا مش مثلا كلنا هنبقى متواجدين في الشارع. هو ده رفع الحظر مش معنى رفع الحظر ان احنا خلاص بقى هنبقى مع بعض في الشارع. لا هو ان احنا عامه مثلا ايه خلاص بقى نبدا مثلا ان احنا نفكر في شغلنا نفكر في عملنا نفكر في المكسب الطبيعية. تمام لان طبعا ممكن كل الناس الفتره اللي فاتت اتضررت بالظبط وطبعا ده كان غصب عن جهات السياسة دي طبعا في الدوله. احنا احنا تمام. احنا 58000 حاله ولا 59000 حاله تمام. عايزين نحد من ده عايزين على اخر السنه ما نعديش ال 100000 حاله طبعا. احنا مش مجرد ان هو بيتفتح الحظر خلاص انطلاقه لا يا جماعه احنا بنتفتح الحظر عشان احنا شعب المفروض ان احنا كنا عايشين طبيعيين حياتنا كانت طبيعيه طبعا. بنتحرك في اقتصاد شغال في عماله بتروح شغلها في مقاهي مفتوحه بتاكل الناس من وراها عيش في شركات سياحه بتاكل الناس من وراها عيش تمام. يعني حياه احنا مزبوط. حياه فالحياه دي مش معنى ان احنا نقول ان في حياه او نشاط رياضي او مساجد او مثلا مطاعم او لا يبقى احنا خلاص ننزل بقى بتكدس رهيب وننطلق ونقول لا احنا ما فيش كورونا لا احنا في جائحه كورونا بس من حقنا ان احنا نتنفس بس نتنفس بعقلانيه هو احنا لازم نلتزم بس شويه التزام انزل الشارع على فكره الالتزام صعب جدا مش صعب ده هي موضوع عمليه انا كمامة. جايه بالكمامه بالظبط احنا جايين لابسين الكمامه تمام بس مجرد ما دخلنا الاستوديو قلعنا الكمامه عشان نبقى قاعدين ناس طبيعيين الفكره كلها الالتزام هو موضوع كمامه فقط لا غير كمامه اللي هو برده ما بقاش انا قاعده في مكان فيه 20 حد في لا احنا ممكن نقعد في اماكن مع بعض بس متباعدين مش لازم الالتصاق قوي مش لازم يبقى في تجمعات اوفر بصي برده استاذه يعني احنا ممكن التباعد مش هنقدر ان احنا نوعي الناس دورك على فكره استاذ عبدو انت من الشباب ودورك انك في الشارع دايما دورك انك بتوعي ودوري انا كاعلاميه بطلع من خلال التيفي ان انا بوعي الناس تمام. كل حد عليه دور تمام. يعني الدور كل حد ليه مسؤوليه وكل حد ليه دور فانت دورك كشاب في الشارع هتعمله ازاي في الفتره اللي جايه ما احنا كمجموعه مثلا احنا لما بندور على سلبيات تمام فاحنا بنحاول ان احنا ناخد يعني اقرب حل تمام واقرب حل مش هنقدر مثلا ان احنا نقول لا مفيش باب حكومي مش مفتوح لنا لا كل البيبان مفتوحه دلوقتي لنا. في التوقيت اللي احنا فيه بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا في حرية طبعا في أي حد عايز يقول رأيه بيقوله طبعا يعني أنا بشوف ناس ممكن تطلع سلبيات في رئيس الجمهورية وهو ما بياخدش قرار بالعكس هو قال إن لو في سلبيات قولوها دي حريات رأي أنا بطلع أتكلم بحرية في ظله إيه؟ والله في ظل الرئاسة احنا عامه يعني احنا معنا رئيس طبعا رئيس عبد الفتاح السيسي في استجابه لو في دوله الدول العربيه كلها فيها كل واحد من الشخصيه ديت هتبقى احسن دول في العالم بالظبط كده فالراجل ده يعني خد البلد برضه في وقت الشارع. طبعا معانا في الشارع مظبوط انا الفتره اللي فاتت يعني عايزه بس اكيد شفت الفيديو يا فندم الفتره اللي أنا فاتت انا شفت فعلا لما كان نازل بعربيته وبيكلم الناس الست البسيطه اللي في الشارع اللي بتقول له تعالى يا ست الرئيس اشرب عندي شاي والشاب اللي كان عامل حادثه والشاب اللي كان عامل بس تخيل لما ست بسيطه واقفه في الشارع قدام بيتها بتعزم على رئيس الجمهوريه بتقول له اتفضل تعالى اشرب معايا شاي قد ايه التواضع ما هو دي بقى الروح يا فندم ان انت واحد مننا بالظبط لما يبقى عندك رئيس جمهوريه متواضع ما بالك بقى بالكوادر المحافظ رئيسة الناس دي كلها فاتحه ببانها للناس طبعا. كلها طبعا وده ايه بتعليمات من مين من سياده الرئيس طبعا بالزبط. احنا يعني عامه احنا كشباب قدوة. احنا ما كناش بنعرف نقابل المحافظ بالظبط ما كناش بنعرف نقابل مثلا رئيسة حي احنا صور نزلت احنا نزلنا صور يا جماعه صور سياده المحافظ لما استقبلنا في مكتبه يعني قد ايه انسان جميل يعني انا بجد والله انا بحيي اللواء محمد الشريف انسان جميل جدا طبعا فتح مكتبه لكل الناس بيستقبل كل الناس يعني شايفين اقول لكم ايه احنا اهو شباب دخلنا وتصورنا معاه مراعاه التباعد بس احنا في مكتبه ما عندوش فرق بصوا يعني انا بجد بشكره والله العظيم حقيقي الشخصيه دي قد ايه شخصيه متواضعه قد ايه شخصيه جميله فاتحه ببانها للناس كلها يعني ما عنديش كلام يكفي ان انا اقدر اوصف بيه اللواء محمد الشريف طبعا هو مشكورا على المجهودات يعني هو مشكورا طبعا على المجهودات اللي هو طبعا بيعملها طبعا وطبعا رئيسة الحي طبعا مشكوره على المجهودات اللي هي بتعملها إن طب استاذ عبدو انا عايزه بقى اسالك سؤال وده السؤال اللي هساله لك ده مهم جدا 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 لما ابتديت تنزل للشباب في الشارع ابتديت تقول لهم يلا بينا علشان نخدم الاحياء يلا بينا عشان تعالوا نجمل مكان
تعالوا نطهر حته، تعالوا، كان في استجابه من الشباب؟ ممكن كنا احنا في الاول مجموعه. تمام. طبعا المجموعه دي طبعا معلش يعني بحب اشكر الاستاذ ياسر شعبان، ده استاذي واستاذي الكبير طبعا. في اي حاجه طبعا بستشيره، واستاذ ايمن حسن من الناس اللي تديك الفكره طبعا عامه، او بتعرض عليها الفكره مثلا، بتشوف هل مثلا الفكره تنجح او ما تنجحش. فطبعا انا لما كنت مثلا مجموعه كنا بنتكلم هنعمل مثلا مبادره نظف تحت بيتك. المبادره دي احنا عملناها في منطقه زي ما قلت لحضرتك في اول الحلقه ان عدد فيها كذا، منطقه عشوائيه. تمام. لقينا المبادره دي احنا نزلنا البوست كان الساعه 12 بالليل على الفيسبوك. تمام. كان قبل رمضان. تمام. لقينا المبادره دي في تلبيات واشاره لينا، مبعوت لنا صور من 7 مناطق عشوائيات. تمام. على مستوى اسكندريه. تمام. ان نزلوا الساعه يعني 2 بالليل عملوا نفس المبادرات الساعه 2 بالليل، الناس مخلصه الساعه 6 الصبح. تمام. مجموعه شباب بعت لنا صور وبعتين فيديوهات ان هم بيعملوا ايه. فلقينا الموضوع نجح. لقينا ان هي يعني انت بتعملها ممكن بتعملها في منطقتك ما حدش يعرف فيها. تمام. بس احنا مجرد بس نزلنا البوست ونضف تحت بيتك والمبادره تشمل كذا كذا كذا. تمام. وبتطوع من الشباب على فكره، ما فيش حد ادانا حاجه، ما حدش صرف على كل جهود ذاتيه كلها ممكن مثلا من كل فرد معدي لو كل واحد جنيه من سكان المنطقه. فلقينا سلام. نفسنا ان احنا 90 احنا 100 مليون. لا احنا بنتكلم في على المنطقه نفسها. تمام. لا احنا بنتكلم على 100 مليون لو كل مكان كل حي طبعا ابتدى يعمل ده. طبعا. فاحنا تخيلوا هنحل مشاكل قد ايه مع الدوله، يعني لو احنا 100 مليون في كل حد ماسك منطقته، شاب كده طلع قال يلا بينا نجمل المنطقه. بص يا استاذه اميره، احنا مش هنرمي كل حاجه على الدوله، احنا هو لسه بنقول. تمام. لو احنا عملنا جهود ذاتيه وكل شاب قال يلا بينا في منطقته زي ما حضرتك. تمام. عملت كده، يلا بينا يا جماعه نجمل المكان. تمام. يلا بينا يا جماعه نجيب شجره هنا، يلا بينا نجمل هنلاقي كل المشاكل بتتحل. تمام. مش كل عيب بقى، مش كل عيب بقى نرميها. خلصنا المبادره. خلصنا المبادره دي، جينا بعدها برضو احنا قاعدين، اما احنا كلنا قاعدين فاضيين. تمام. تمام. كلنا مثلا ممكن عشان الظروف اللي بيشتغل بالظبط 3 4 ساعات في اليوم غير بالزبط. لما كان بيشتغل 12 ساعه في فراغ، في وقت ففي فراغ. وقت يعني. تمام. تمام. فجينا بعدها ان احنا جالنا حد من منطقتنا كان تعبان جدا. تمام. واقف في المستشفى على شكات دم، وكان بيتكلم ان عايز حد يتبرع له دم، فاحنا رحنا مجموعه اتبرعنا بالدم. السلام. دي ولاد مصر بقى، شباب مصر. رجعنا بعديها بثلاث فعلا، رجعنا بعديها بثلاث ايام. طب قلنا احنا ليه ما نعملش مبادره دم؟ تبرع بالدم. فطبعا روحنا توجهنا طبعا يعني، برضو كان معايا مجموعه شباب برضو اصدقاء ليا، والفكره كانت جميله. ورحنا برضو توجهنا لكم الدكه الدم. تمام. البنك، وفعلا خدنا ميعاد، والناس فعلا استجابت لينا بسرعه جدا، والناس بعتت لنا عربيتين اسعاف في مقر موجود عندنا تابع لمنطقتنا يعني، وتحت اشرافهم بدون مقابل. بدون مقابل. وبعتت لنا لجنه تمريض الروح المصريه، لجنه تمريض هائله جدا. تمام. طبعا عايز اقول لحضرتك ان احنا بدانا تبرع بالدم الساعه 12، الساعه 2 ونص ظهرا كان معانا 109 شيك دم. الله. تمام. الله الروح المصريه. وما كناش عملنا حاجه، احنا كنا عملنا بوست على الفيس اتبرع بالدم المصريين. تمام. المصريين. منطقه كذا. تمام. رجاله كذا. فعايز اقول لك حضرتك ان احنا ان هيئه التمريض اللي قاعده مشرفه على كده، هم الناس ما يعني مذهوله طبعا، ان هم لما يقفوا في شارع مش هيجيبوا 109 بالزبط. شيك مبادره من خلال المبادره. فاحنا ال 109 شيك لما اخذناهم مش اخذناهم مثلا عشان احنا نوزعهم كده وخلاص، احنا اي حد سواء من منطقتنا او من بره منطقتنا او من شرق اسكندريه او من غرب اسكندريه بيرفع سماعه التليفون علينا محتاج شيك دم، احنا نفسنا بنوديهوله لحد عنده، ما بنستناش حد من عنده يجي. تمام. فاحنا قلنا الفكره، طب احنا ليه نستنى مثلا ان ممكن المريض ده يموت بالزبط. ممكن واقف على كيس دم بالظبط. تمام. بالظبط. فاحنا ليه ما نساعدش بالظبط. فبدانا المبادره، فالمبادره نجحت الحمد لله. غير كده برضه الفتره الجايه احنا هنعمل مبادره في منطقتنا لا للمخدرات. تمام. عشان الادمان ولا للادمان. تمام. يا ريت انا من خلال استاذن من خلال البرنامج انا بطالب مراكز الادمان، اي مركز ادمان متبرع لينا بحالات، يعني لو عندنا كم من الحالات اللي عايزه تتعالج انا من خلال البرنامج بعلن ده، يتواصل معانا ويستجيب
واحنا نبعت له مثلا شهريا حالتين ثلاثه حسب ما هو يقدر. تمام. طبعا دول كلهم ولاد مصر واحنا محتاجين. ممكن برضو استاذه اميره مش هنحط برضو لعيب على الدوله زي ما انا قلت لحضرتك. تمام. احنا لا في فكره في دماغنا. طيب استاذنك بس عشان انا في معايا شكر خاص وبعدين ارجع اكمل معاك. انا معايا شكر خاص للحاج علي ابو الوفا شركه التوريدات والدعايه والاعلان والوفا برينت. استاذ علي بجد عمل حاجه انا بشكره عليها جدا. هو طبعا يعني برضو مساهم في الـ في الـ في المبادره بتاعت حضرتك. الحاج علي طبعا من الشخصيات بس اللي الاول يا جماعه بصوا خليكم معايا كده هوريكم حاجه يعني انا بشكره عليها جدا من خلال البرنامج ده. طابلو او ده بوست هو عمله لي. شايفينه انا بشكره جدا بحييه من خلال البرنامج. قد ايه هو حد جميل، قد ايه هو حد برضو نبض في الشارع مع الشباب بيساهم. إن لما لقاني نزلت الشارع معاهم فعمل لي ده وانا بشكره. بشكر حاج علي ابو الوفا جدا على الطابلو الجميل الرائع ده وبحييه بجد. يعني بجد انا ما عنديش كلام اقوله بس غير ان انا بشكره جدا على الطابلو الجميل ده. بشكرك يا حاج علي جدا 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 من خلال البرنامج. وممكن لو عندنا البروموشن بتاعه ننزله على الشاشه. ممكن اهداء برضو من أسرة البرنامج من مصر مساء لو موجودة استأذنكم. لفتة بسيطة بس كده. طيب طبعا أحب أضيف طبعا كلمة شكر للحاج علي. طبعا صديق شخصي وأخ عزيز. طبعا طبعا شخصية جميلة بجد. من الناس يعني مش هنقول هو بيعمل إيه لوجه الله في الشارع مع الناس. أنا شفت هو شاب في الشارع. هو شاب متطوع معنا في كل شيء. تمام. وبيعمل لله. تمام تمام. وهو طبعا شركه محترمه جدا وشركه على مستوى اسكندريه عاليه جدا. استاذ عبدو انا خرجت معاكم الشارع. انا شفت بجد نماذج هائله. نماذج ايه الشباب ده؟ في شباب يا فندم بس في شباب مستخبي. ايه الشباب ده يعني بجد؟ بصي هي ممكن ما كانش في نظر لينا او بالزبط. ممكن مثلا لا في الفتره مثلا اللي هي مثلا قبل تولي السيد رئيس عبد الفتاح السيسي. تمام. كان ممكن ما حدش بيستمع مثلا لفكر شباب. طب انا مثلا عندي فكره وعندي معلومه ليه تخليني ان انا اسافر اروح انفذه بره بلدي؟ انفذ في بلدي واضيف بلدي مستفاده بيا. حتى لو انا مثلا هتبرع بدون ماده انا مش عايز ماده بس انا عايز اوصل الفكر بتاعي اوصل المبادره اللي انا بعملها عايزها تنجح. الشباب عايز صوته يوصل يا فندم. انا بقى صوته بيوصل فعلا. معلش انا مجموعه من الشباب احنا بننزل نشيل كيس زباله من الشارع بلدك. تمام. مش هستنى الموظف بيتك. هو الموظف مش مقصر او الموظف بتاع الشركه عليه اعباء كتير يا استاذ. بس الموظف يعني مش ماسك شارع واحد ده ماسك منطقه. بالزبط. تمام. فليه احنا ما نساعدهوش؟ بالزبط. تمام. مش هستنى مثلا حد من شركه الكهرباء لمبه مطفيه عندي. لا انا هبدا بيها ابتدي بنفسي. تمام. ابتدي بنفسي. بالظبط. فالفكره برضو ان احنا عشان برضو ننساش موضوعنا اللي هي فكره لا للادمان. هي الفكره جت ان احنا برضو كان عندنا كام حد كام شخصيه مثلا ما ينفعش شفناها قدام مننا كشكل او ما ينفعش ان هو مثلا يخش في موضوع الادمان. تمام. برضو الادمان ملهوش. احنا عايزين كده في عجله سريعه نبتدي نلخص كل الكلام اللي احنا عايزين نقوله في جمله في جمله. هو بس احنا بس بنتمنى ان احنا كالمشروع بتاعنا واقف على حاجه صغيره جدا. تمام. ويا ريت مثلا ان هي مثلا دي تبقى حاجه من الدوله دي اللي ممكن نقدر ان احنا هنعمل عبء على الدوله فيها. ان احنا محتاجين مثلا حته ارض ملك الدوله واحنا متكفلين بالمشروع. وطبعا دي فكره استاذ ياسر شعبان. تناشد مين من خلال برنامج؟ انا ناشد بقى ممكن وزاره التضامن. بناشد طبعا بناشد الاول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طب احنا بنناشد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد اللي هو طبعا محمد شريف. بالظبط. في ظل الظروف اللي احنا فيها لو بجد احنا تبرعنا للشباب بقطعه ارض بسيطه. قطعه الارض دي تتعمل مركز ادمان متكامل. هو يا فندم مركز خدمي. هو الخطه بتاعت البرنامج طبعا دي تحت اشراف الاستاذ ياسر شعبان. تمام. الخطه كلها ان يعني معلش وقت البرنامج خلص. احنا في نهايه البرنامج بنشكركم. انا كنت معاكم اميره مرسي. كان معايا استاذ عبد الخراشي في برنامج مصر المساء. في نهايه البرنامج بشكر برضو استاذه جيهان مسعود. بشكر سياده اللواء معالي الوزير محمد الشريف. طبعا على راس كل دول انا بشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجهوداته الرائعه في ظل الظروف اللي احنا فيها. وفي نهايه البرنامج انا بشكركم. كنت معكم اميره مرسي. باي باي.